حكما دخل المسجد والإمام يخطب هل يصلي ركعتين أم يجلس؟ يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولأن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين.